أعلن الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا عن اتخاذ عدد من القرارات التي تسهم في رفض جهود التصدي للفيروس والحد من انتشاره واستمرار الحفاظ على صحة وسلامة كافة أفراد المجتمع. ودعا الفريق الوطني الطبي الجميع إلى أهمية مواصلة الالتزام بحذر بكافة الإجراءات، منوها بأن صحة وسلامة المواطنين والمقيمين أولوية قصوى.